صح. في إطار تحضير الدخول المدرسي 2024-2025 استفادت ولاية التسمسيل من عدة هياكل مدرسية مبرمجة لهذا الدخول. نذكر منها على المثال بالنسبة للطور الابتدائي، استفادت من ثلاث ابتدائيات على مستوى بلدية ثنية الحد برج الأمير عبد القادر وبلدية برج بنعامة، بالإضافة إلى 10 أقسام توسيعية عبر مختلف ابتدائيات على مستوى الولاية، بالإضافة إلى 7 مطاعم مدرسية. فيما يخص الطور المتوسط، استفادت الولاية من متوسطة نوع قاعدة على مستوى حي نبار، بالإضافة إلى متوسطة على مستوى حي 1400 سكن عدل. بالنسبة للأقسام، استفادت من 10 أقسام توسيعية للطور المتوسط، بالإضافة إلى أنصاف داخليتين اثنان، نصف داخلية على مستوى متوسطة ببلدية الرجام، بالإضافة إلى نصف داخلية على مستوى بلدية برج بنعامة. فيما يخص الطور الثانوي، استفادت الولاية من ثانوية على مستوى حي 2300 سكن عدل، بالإضافة إلى قسمين توسيعيين ب ثانوية محمد بن عامة، بالإضافة إلى 3 قاعات للرياضة. هذه الهياكل إن شاء الله ستكون جاهزة بفضل السلطات التي تبذلها، بفضل المجهودات التي تبذلها السلطات الولائية، وإن شاء الله يكون دخول المدرسة ناجح على مستوى ولاية تسمسيلت.